السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مثلث، فعندنا ركض سريع المثلث، ما يحدث هنا يحدث هنا بالتتابع، يعني إذا بدأ هنا 9 يبدأ هنا 10 وهكذا. هذا ركض يسموه اللادرز، ركض على السلالم. الأول كل قدم فتحة، الثاني كل قدمين فتحة، يستلم اللاعب بعد الانتهاء من اللادر كرة أمامه ويصوبها إن كان بالإمكاني بالمباشر، يروح مكان واحد واحد، يروح خلف المجموعة، يبدي هنا اللاعب الآخر وهكذا. شومي، شوفني، لا تتكلم كثير كمدرب، شوفني. عندنا تريانجل سبرنتينج، ركض سريع للمثلث. هذا ركض سريع بنوعين، وهذا شوتينج تبديل مركز. انتهى الموضوع. كل لاعب 8 مرات ممتاز يكون، وتقول للاعب من 8 مرات اريد 6 اهداف على الاقل، وان سجلت 8 اهداف يكون الأداء مالك امتياز. ذكر اللاعبين بهذه الكلمات وبهذا التحدي، أنه أنت مو فقط تصوب، وبما أنه أنت دون ضغط فعليك أن تسجل. وكفرق بين شوتينج وبين فينيشينج كما شرحت سابقا. شوتينج يصير كرة أوتسايد، كرة بيد الحارس، كرة بالعمود، كرة بالعرضة، وكو فينيشينج مباشرة كرة داخل الهدف. دائما فكر بالتطوير وفكر بالتنويع. الموسم طويل والحاجة إلى تدريبات مختلفة ضرورية إن شاء الله. أنا موفق المولى. اليوم 1/11/2024. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا.